في التنوع والاختلاف السياسي الموجود في تونس اليوم، شكون أقرب سياسي لبن علي؟ عبير موسي. عبير موسي طبعا. تعتبرها ما؟ تعتبرها بن علي؟ تعتبرها بن علي طبعا. عبير موسي هي بن علي طبعا. عجب طبعا. فشنو هي تواصل لنظام بن علي، هي ايديولوجيا بن علي، مش كلامي انا هذا، هذا كلام عبير. عبير نعرفها. هي بن علي باختصار، هي بن علي، هي نظام بن علي، هي كانت منخرطه بنظام بن علي، وهي تقول ان نظام بن علي هو النظام الصحيح، وانه هذه الثوره ثورتكم ردت اليكم. يخدمها الكلمه ذي سياسيا، يخدمها كتقول عليها طبعا يخدمها. شوفوا ظلي بن علي، وبن علي معجب بعبير موسى حسب معلوماتي. لا يمكن له ان يكون الا معجبا ويدعم فيه ويتواصل معه. ما نعرفش، هذا حسب معلوماتي انه بن علي من اشد المعجبين بعبير موسى. لازم يكون معجب به. سامحني، بين شخص يسبك سي سمير جزافا وبين شخص يعطيك حق على الاقل كما تراه انت يعطيك حق، تكره هذا وتحب لول، تولي غير عادي. الناس يحبوا الناس اللي قراب لهم، ما يحبوش اعدائهم، لا يحبوا اعدائه الا المريض. هي عطاته حقه. اسمع خطابتها، هي كان باش تعطي حق، عطات حق للناس اللي معاها ساعة بن علي، اللي أقصاتهم باش تستغل التجمع وكأنه فوق كوميرس. مقداد مقداد تنعطيك الكلمة عبير، جيبها تجاوب على روحها هي. باهي باهي، ولكن بن علي يدعم فيها بالفلوس اليوم؟ لا أتصور.